أعلن الصندوق الوطني للتقاعدي أنه تم تسبيق صب المعاشات يوم 21 مايو 2020، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث ستفتتح مراكز البريد بصفة استثنائية يوم الجمعة 22 مايو 2020 صباحا. كما سيرافق موظفو الصندوق الوطني للتقاعد أمهاتنا وأباءنا بمراكز البريد لتسهيل عملية سحب معاشاتهم. هذا ويمكن للمتقاعدين سحب معاشات عن طريق الوكالة بصفة استثنائية وفق شروط محددة.